Oh, ليش تضحكين؟ طلع صوتك. تكسر لك المطبخ. أتاري كله يجي بالبكوس، شوفه. على البكوس ما تلبد. بس هيك مع صار تلبد. إذا شغلة بكوس عادي يعني. خرجي بكوس. كيف على البكوس؟ الله شوفوا على المقام شلون صارت. الله الله. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد من يوميات عبود ومهدي. قبل لا نبلش بالفيديو خلنا نصلي على الحبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اذكروا الله يا جماعة الخير، لا إله إلا الله. طبعا حبايب صارنا يومين ما صورنا، حابب أقول لكم شيء. أنه أحيانا الإنسان يكون هيك يعني يوم مبسوط، يوم متضايق، يوم يصفن بهالحياة. فهذا الشيء اللي مقصرنا. احيانا نكون نشيطين ومبسوطين نكون نصور لكم، احيانا نكون هيك اكون مزعوج من اي شيء، من امور هالدنيا ومن امور هالحياة. فما يكون لي نفس اني اصور، ما عشان شيء، عشان ما اجيكم بطاقة ايجابية سلبية. نحن انتم متعودين علينا انه نجيكم بطاقة إيجابية ونجيكم بأشياء مضحكة وأشياء تنبسطون من وراها. فما بدي أوجع لكم رأسكم بهمومنا ومشاكلنا. فمشاكلنا ما 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 لها عائلية أو شيء، بس مشاكل هالحياة وهالأمور هاي اللي صارت معانا. الحمد لله رب العالمين على كل حال. فحبايب اليوم حبينا هيك نسوي لكم، بدنا نسوي خليط نحل. أنا ومعبود الحين بنقوم نعجن هالعجينات ونظبط الـ 24. خليكم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وضلوا معانا خطوة بخطوة عشان تشوفون ايش راح نسوي. طبعا ما قلنا لكم وين عبود ومهدي. عبود ومهدي نايمين مثل ما تشوفون. شوفوا الكتاكيت، شوفوا ما ينامون غير حد بعض، شايفين كثر ما يحبون بعض. شوفوا هاي الله مهدي مهدي يا دماعة، وهذا عبود الحلو، شايفين نوم العوافي. راح شوي يصحى. طبعا يا جماعه يلا نقوم نعجن العجينات عبين عشان يتخمرن، بدهن تقريبا نص ساعه او ساعه لحتى يتخمرن عشان نسوي خليط نحل. ويلا طبعا يا جماعه اول شيء نقول بسم الله ونشلح هاي وهاي لانه ما لها لزوم حاليا. اوكي طبعا مثل ما تشوفون هنا المغادير كلياتها جاهزه، ومعبود جهزتها عشان ما الفيديو ما يكون طويل. كله جاهز، السمنه والسكر والخميره والبيض والحليب والكورن بودر والطحين. اوكي لاحظ بدنا نقول بسم الله. حليب تقريبا كاسه. اوكي نقول بسم الله ونكتها. كاسه حليب نسخنها شوي ونكتها. بعدها بدنا نكت الخميره. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الخميره يا جماعه نشيلها ونكتها عليها. بعدها نكت السمنه. سمنه تقريبا معلقه، معلقه ونص. اوكي ندوبها ونكتها. أول شيء نحركه مع بعض. هي بيعنا معلقتين ونص تقريبا سكر. في ناس تحبها حلوة وفي ناس، فهمتوا علي؟ نحن نحبها حلوة يعني هيج معلقتين ونص تقريبا حلوة. حركه مع بعض. خلص هن نحط البيضة، البيض صفار البيض. أوكي البياض البيض عفوا. خلاص لان راح تطلع الصفار. طبعا يا جماعه هي بو عندنا الكورن بودر تقريبا نص زرف، هذاك النهار معبود مستخدم النص، والنص الثاني راح نكت فوقهن. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ونقول بسم الله ونكت فوقهن. اوكي طبعا يا جماعه ليش عم نساوي بهذا؟ لانه ما عندنا جاط. انا معبود تقول لي مثلا معبود جيب لنا جاطات، جيب لنا غاضة كذا كذا، انا اسوي حالي انسى، فهمتوا علي؟ ليش؟ ما اريد اجيب لحتى ناخذ بيت وعشان نجيب له ونجهز له من كل شيء. فان شاء الله ناخذ بيت واليوم عبود بدل الجاطه اجيب خمس جاطات. طيب طبعا يا جماعه تابعنا الحزيج وعم نخلط. بسم الله الرحمن الرحيم. اظن حاجه راح نحط السمنه نخلط كله مع بعض. قال السمنه نحط الطحين. نقول بسم الله. تقريبا هاي كاسة. اوكي كاستين راح نحط النص. اوكي واذا بدها
إذا لزمها نكتلها. طبعاً يا جماعة نسمنا نساوي هيك على إيدي، أوكي؟ نمسح إيدي هيك عشان ما يلبد علي الطحين على إيدي. ليش تضحكين؟ طلع صوتك. تكسر لك المطبخ. طبعا يا جماعة هاي معلقة، اوكي، وهاي معلقة تانية لبن، لبن بقر، اوكي. مسخت حالي اول مرة عجن، ها بس معلمة. بنات اكتب لي بالكومنت ايش رايك هالبي معلمة، احس حالي وينكم، عاد اخنق حدا، هذا نفذ حكم معدام حدا داحقه عندما اسمعس. يوا يا جماعة انا ما كنت اعرف هيك، تاني معبود عاد تقول لي لازم تضربها بكوس باكس، فهمتوا علي؟ ايوه التاري كله يجي بالبكوس، شوفوا على البكوس ما تلبد، بس هيك ما صار تلبد. اذا شغلة بكوس عادي يعني، خرجي بكوس كيف على بكوس. الله شوفوا على المقام شلون صارت. الله الله لا تخجليني ولي مشان الله بعد هالتعب كله، والله العظيم تقول عاد افرق طيارة قسما بالله، تقول عاد اشتغل عند واحد بالكومجي، انا خايف ينكسر الجات ما عندنا غيره. حاجة تهزم راح نتركها تريح شوي، اوكي. يا سلام شوفوا يا جماعة، شايفين؟ شايفين؟ مش حالها حاجتها مزبوط معلم، يعني راح استخرج بيها شو يصير. طبعا راح نتركها يا جماعة هيك يريحان، راح ينفشها، فهمتوا علي؟ بس هذا الخميرة هاي يريحان ونرجع لكم. دحقة ومصات حالي شلون؟ طبعا يا جماعة شوفوا مع عبودة فاق الحلو. عبودة؟ يا عبودة مع اساس فوقيت قلت لي ايه بدي اسوي الماك، ها؟ شنو؟ قوم شوف شو عاد تسوي لك، خليك تنحن. تسويها معي؟ تسويها معي ولا تنام؟ تعود تنام؟ نام؟ يلا تعال حق جماعة الحظ، ايش بدنا نسوي؟ بدنا نسويها بالجبنة وبالشوكولاتة، اوكي؟ الحظ بدنا نفرم الجبنة شوي. حب عبودي؟ عبودي؟ شلونك؟ صحصحت؟ ها؟ هيني هيني داحج هيني، قولوا مرحبا يا جماعة. ليه؟ قول مرحبا يا جماعة. والله الجماعة دايخ لسه. لسه ما صحصح. بال هاي ولا هذيك؟ الخشنة ولا الناعمة؟ حي الله، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يكفي على ما أظن مو؟ لا بدنا نسوي شوكولاتة ومن هاي. يكفي، كافي. وزن قصنا نرجع نبشر، أوكي؟ يلا خلنا نروح نحشي لانه ضل باقي ساعه ونص للاذان عشان نلحق. طبعا يا جماعه مثل ما تشوفون الحس كله صار جاهز، العجين الحشوه كله جاهز. راح نقول بسم الله ونرش شويه طحين هيك فوق العجينه، اوكي، ونكمش هيك كمشه نقول بسم الله، اوكي، ونكمشها ونسوي بهاي الطريقه هيك، نسوي هيك ونحط، اوكي، دابيل دابيل، نسوي هيك ونحط. طبعا يا جماعه خلينا نحشي هدن وبعدين نرجع لهدن على الباغيات، اوكي. راح نسوي هيك، نحط شويه حشوه ونقول بسم الله ونلف على بعض هيك، اوكي. ترى اول مره تجربه يا جماعه، شجعوني. سكرناها والحزن نحطها وين؟ والصينية هين. طبعا الصينية بليناها بشوي زيت، اوكي، عشان ما يلبد تلبد العجينة من تحت. يا سلام والله انك معلم يا ابو العبد، ما شاء الله عليك مخ تجاري، مخ يعرف يفكر.
انت لازم انت تفتح مطعم عمي ابو العبد، انت لازم تفتح مطعم. طب انا احس هيك لحس الشوكولاته هيك يا جماعه، احس الشوكولاته بعد ما تصير يتكتك، فهمتوا علي؟ اه شوفوا لي، تعالوا 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 شوفوا معلم. بسم الله حطها هيك، بس نخلص البغيات يا جماعه نرجع لكم. طبعا يا جماعه هاي اخر وحده. نقول بسم الله ونسكرها، والله ما بي اسهل منها. طبعا تقريبا انت فهمتوا الخلطه اوكي. طبعا هاي زاد تنحش بتمر، فهمتوا علي؟ بيعنا تمر عجو ونقدر نسويه، بس لا خلاص شوكولاته وجبنه هالمره، والمره الجايه ان شاء الله نسويها بتمر ونسويها بشيء باشياء ثانيه، فهمتوا علي؟ بس الشيء المهم انه شوفوا سبحان الله انه طلعت صينيه صينيه كامله، فهمتوا علي؟ يعني طلعت على العدد، سبحان الله. شوفوا الحصاره جاهزه يا جماعه، ولاقول لكم معلومه انه هاي البيض صفار البيض انه ما راح يجي على الفاضي، الحز نسوي هيك بصفار البيض ونقول بسم الله وندهن الوجه عشان الحز تستوي مباشر وتعطي لمعه. علي الحلا انك معلم يا ابو العبد، ما شاء الله عليك ايدك مسرحها. شوف 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 شوف، تعلم من بنات، مع انه اول مرة اني اسويها، والله اول مرة. يا سلام، الحز نسوي هيك ونقول بسم الله ونرشلها حبة حبة سودة. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين؟ هيك كل وحدة شوي، مو؟ قولي لي من الاول هيك يا معبود، كل وحدة شوي عاد كتر عادي. طيب شم ريحته مطيبة، والحبة السوداء بعدين الحبة السوداء مفيد مفيد يا معبود، قلت مهدي يا معبود. اصلا انا عاد كتر مشان ما تاكلين انت. وطبعا يا جماعة شوفوا محلاها، لسه ما حطيناها بالفرن، شوفوا محلاها. يا سلام الحز، وين تروح؟ تروح على الفرن، ويلا نروح نجهز سفرة السحور. يلا طبعا يا جماعة انتم ما تشوفون الحز راح نحطها بالفرن ونقول بسم الله. طبعا ليش شايلها هيك؟ احيانا الفرن يكهرب، ان شاء الله راح ابدله. تمام هيك الحز راح نسكر ونستناها لحتى تستوي. يا سلام، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نام يا ابوي نامي. يا جماعة كوننا نساوي اليوم خلية النحل، خلص كله علي، حتى السحور علي اوكي. طبعا هنا نسوي شاي الحز اوكي، ونقول بسم الله ونرده. تارين احنا ما نعرف على الفرن يا جماعه، ما نعرف نشتغل على الفرن، نحررت شويه من فوق ويا فرحه ما تملى. تعالوا شوفوا. طبعا هذا التوماتيك اوكي، طبعا هذا الفرن اشتريته مع الاغراض اللي اشتريتها، بس ان شاء الله بس ناخذ بيت راح نشتري فرن جديد باذن الله. وطبعا يا جماعه بسم الله، نقول بسم الله ما شاء الله. انحرقت شوي شايفين من فوق، تعالي احنا ما نعرف على الفرن، مشغلته معبود الحراره من فوق ومن تحت. انت شغلتي؟ انا ما روح. والله ما شغلته، انا شغلته والله ما شغلت ولا عارف اشتغل عليه خالص، فهمتوا علي؟ بس حلوه يا جماعه، شوفوا انحرقت شوي، فهمتوا علي؟ بس لو مو محطوط عليه البيض كان انحرق خالص كله. يا سلام الحبيت، بس هيك اريد اشوف الوضع شلون. طبعا مثل ما تشوفون قربي جاي، شوفوا الجبنه اللي حطيناها، شوفوا شايفين؟ يا سلام شلون طالع هيك منه. الحز على كل حال خلينا نظبط الوضع، الحز نحط اليوم سحورنا يا جماعه شني؟ خليت النحل وكعك، لانه انا جد صدقا ما قاعد اكل، ومعبود معتر ما يعني ما معتجي نفسنا قد ما نبلع بعد الفطور فستق وموالح ومت وغيره وغيرات وتنصد نفسنا. فالحز شويه كعك اوكي وخالصين، مع بريد شاي، مع كاس شاي سيدراسي ونمخمخ وخالصين، والحمد لله رب العالمين كلياته نعمه. سكر هنا يا حبيبي، انت ارجع مكانك وانت ارجع مكانك وانت خليك هيك اوكي، هذا هذا هيك.
بس خليني اطلع قطعة هيك افرجها للناس. خلنا نطلع قطعة هاي. سلام. شوفوا يا جماعة. تقول عذاب الاندومي او معكرونه بس والله العظيم نكهه. قسما بالله العظيم شوفوا تشهي. اعملوها يا جماعة. اطلع اسمه. لمعبود. قسما بالله طيبة. والله العظيم طيبة. علم. خلص. مو محروق. محروقة شوي. شوف الحال مبين. هي لازم تطلع الشجرة. نفس هذا. شايفين هذا الحال الأطراف لازم تطلع مثلها. بس كوننا ما عرفنا نشغل الفرن. شايفين الحب السود مو مبينه صاير كله اسود من هي. يلا خلص ان شاء الله المره الجايه نسويها احسن باذن الله. طفى وخليه البحث يجهز السحور وبعدين يا سلام يا جماعه. هاي حق معبود وهاي بسم الله الرحمن الرحيم حقي. طبعا يا جماعه هاد شاي بارد اوكي. يعني مثل عبود ومهدي مثل الاطفال اذا ما شربت شاي ساخن وبارد مع بعض ما انبسط. فهمتوا علي شلون؟ فلحس قربه وبدي افرجيكم شيء. شوفوا لي العجينه شايفين على المقام ما احلاه. شوفوا لا نفشت ايش صارت. ومعبود تقول لي قطع كبار. لا مو قطع كبار ولا. شوفوا لي قربه شوفوا استوت سويه مظبوطه شايفين. سلام شوفوا البخار شلون يطلع منها. شوفوا لسا عالجبنة. بس بدي وحدة شوكولاتة ما لقيت. وين ضاعن؟ تبع الشوكولاتة وين صارن؟ يمكن هاي الشوكولاتة جبنة. ها هاي الشوكولاتة. قربي قربي. وين السكين؟ مهلوس هل شوفوا الشوكولاتة شلون وقعت بالأرض يا جماعة. شوفوا قلبي. شوفوا قلبي معبي. شوفوا يا جماعة الشوكولاتة. ها جربوها والله جربوها. مع أنه أنا علمتكم الطريقة بالكامل. علمتكم على الخلطة وعلمتكم على المقادير. سووها ما تندمون والله العظيم طيبة جدا جدا. وطبعا يا جماعة لهين وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون نال إعجابكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك تفعيل الجرس ونحبكم. وأتمنى منكم إذا تشاهدون الفيديو لايك بس حطوا لايك. والمو مشترك يشترك. وجزاكم الله ألف خير. السلام عليكم.